شايفه اشرف يعني اكتر واحد واقف جنبك في الدنيا. انت رباطك مثلا في ال انت اللي تليفون انت عايش يا جماعه دكتور اشرف يعني نفسي دكتور اشرف يعني طول الوقت معانا وطول الوقت بيتم حتى بالقدام فان شاء الله دوره بيدهم ان شاء الله لا والله على طول يا احمد على طول